ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلي من الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ فهد الأحمر، مرحبا بك. كما ينضم إلي من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي سهيل ناصر الباحث في الشأن الفلسطيني، مرحبا بكما. ودعوني أن أبدأ معك سهيل. يعني سهيل، إذن بداية، كيف تفسر مواقف حركة حماس المتباينة والجهاد الإسلامي الأخيرة من الحرب في اليمن؟ والجهاد الإسلامي بإيران هي علاقة وثيقة ووطيدة. حركة حماس يعني، وتحديدا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية زار إيران لتعزية إيران بمقتل سليماني. اليوم أيضا الجهاد الإسلامي وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، يعني خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خرج في هذه المسيرة التي حملت صورة الحوثي وسليماني أيضا وحزب الله يعني ليتحدث بأسماء هذه الفصائل وباسم حركة حماس، وهذا ما تحدث عنه أيضا بشكل مباشر محمود الزهار القيادي في حركة حماس بأن هذه العلاقة استراتيجية ووطيدة. المشكلة بأن حماس لا تريد أن تخسر الحلفاء وتريد أن تؤيد بشكل أو بآخر، ولكنها في حقيقة الأمر تخسر، وفي المقابل هي يعني تعلم بالفعل. سهيل، ألا تؤلب تصريحات القيادي الحمسوي الزهار الشعوب الخليجية ضد الفلسطينيين؟ يعني للأسف ربما هم لا يبالون بهذه النقطة. لا ننسى نقطة مهمة، بأن إيران تدعم بشكل مباشر المال العسكري لحماس، وتدعم أيضا التقنيات العسكرية لحماس أيضا في قطاع غزة وللجهاد الإسلامي، وهي بالنسبة لها يعني خيار استراتيجي، وبالتالي هي تريد أن تبرز وتظهر هذا الولاء بشكل مباشر من خلال هذه المسيرة المخصصة التي خرجت في شوارع قطاع غزة. وإن كان البيان الذي خرج لحركة حماس يتحدث عكس ما تحدث به محمود الزهر القيادي في حركة حماس، ولكن محمود الزهر تحدث بشكل مباشر وتحدث عن الصورة والعلاقة التي تربط حماس بإيران وأتباع إيران أيضا في منطقة الخليج العربية. على أي حال، يعني حتى يحيى السنوار رئيس حركة حماس داخل قطاع غزة أيضا تحدث بشكل مباشر في كثير من اللقاءات المباشرة والصحفية بأن علاقة إيران بحماس هي علاقة استراتيجية وتدعم هذا الأمر، لا يمكن أن تتخلى عنها، حتى على حساب أيضا بعض الدول العربية التي لا تستفيد منها حركة حماس بشكل أو بآخر، وبالتالي هي تكسب نقاط إضافية بالنسبة لها جماهيريا، وتريد أن تتحدث عن الولاء. وتعلم نقطة مهمة، لأن حاجة الإقليم وحاجة مصر وقطر وإسرائيل بضرورة أن يكون هناك هدوء في قطاع غزة، وبالتالي الآن في ظل حالة العلاقات التي تقوم بها إسرائيل مع دول الخليج، هي تعلم أن هذا الأمر لن يؤثر عليها كثيرا مع بعض الدول الخليجية، لأن حاجة الإقليم لضبط الهدوء نعم في قطاع غزة هي حاجة مهمة وأساسية. نعم، ابقى معي لو سمحت. أستاذ فهد، لماذا يحمل الخليجيون الفلسطينيين ذنب مواقف غير مدروسة لفصيل من فصائلها؟ مرحبا، أحييك وأحيي الزميل الضيف والمشاهدين والمشاهدات. ليس هذا يعني ذنب شخص واحد أو حركة واحدة، بل حقيقة نحن تعودنا من فلسطين دائما الوقوف مع الجانب الخطأ في كل حدث. يعني غزو الكويت كان عبرة للجميع، والآن موضوع الحوثي الذي يضرب اليمنيين في اليمن ويهدد بلاد الحرمين وكذلك الإمارات ويسجل عمليات إرهابية مخالفة للقوانين الدولية والعالمية. الآن يعني حركات أو شركة حماس للخدمات الإيرانية هي حقيقة تؤيد هذا العمل الإرهابي، ثم أنه يعني تتبرأ منه للأسف. يعني لا،
ونحن نعلم أنه لا يشك خيط في إبرة في قطاع غزة المحتلة من إيران إلا بعلم وبأوامر وتوجيهات من حماس، ولكن ربما ردة فعل القوية من العرب والمسلمين ضدها تجعل لها طريق عودة في سيناريو مناورة بين الجهتين أو اللعب على الحبلين. وبهذه الصورة والشكل الركيك في البيان والشكل الواضح في المسيرة والتي شارك فيها أعضاء وأقطاب من الكيانات الفلسطينية، ثم أنهم كلهم يتبرعون. ونتحدث هنا أستاذ فهد عن الفصيل يعني الذي دائما ما ينسق مع دول خليجية كقطر مثلا في قضايا كالتهدئة في قطاع غزة أو حتى الإعمار. نعم، نحن بجانب التهدئة في كل الأحوال، والدعم كما هو لن يتوقف من جانب الداعمين وخاصة في الخليج. السعودية قدمت أكثر من 6 مليار دولار لفلسطين عموما ومنها غزة، لكن نحن الآن أمام يعني حقيقة علاقة محورية بين محاور الإرهاب هنا في إيران وحزب الله وكذلك حماس. هم دائما يبددون هذه التعاونات وهذه المساعي لدعم غزة وفلسطين عموما. نعم، وصلت الفكرة. أستاذ سهيل، عودة إليك، تباين المواقف والتصريحات، هل هذا يعكس واقع أن حماس اليوم تناور بين عمقها الخليجي السني وعمقها الإيراني؟ يعني بداية اسمحي لي أن أوضح هذه النقطة أيضا للضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أنا شخصيا وتحدث باسم الآلاف من أهالي قطاع غزة والناس بشكل عام، سئمنا الفصائل وسئمنا السياسة التي تتبعها هذه الفصائل على رأسها حماس وغيرها من الفصائل الأخرى، ونتكلم بصراحة وبجرأة في هذه النقطة. هم يتحدثون بأسماء وبأجندات خارجية على حساب هذا الشعب، وبالتالي من يدفع الضريبة أنا وغيري من المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر بشكل أو بآخر. وللأسف لا يوجد هناك حكمة في هذا الأمر للتعامل مع الحلفاء لهؤلاء الفصائل، ولا يوجد حكمة أيضا بالتصرف في حل مشاكل الناس بشكل أو بآخر، وبالتالي كلها تنعكس على أهالي قطاع غزة الذين يدفعون الضريبة منذ أكثر من 15 عاما، ونحن نلاحظ ونتابع حالة الفشل المستمرة الآن في الجزائر للحديث عن الوحدة الفلسطينية، والتي أصبحت بشكل وبآخر هي عبارة عن شراكة لإدارة الانقسام في قطاع غزة. أنا أتحدث بنقطة واقعية وأساسية، الأمور أصبحت ساذجة إلى حد كبير، ولا يتم التطلع بشكل أو بآخر إلى مدى أهمية العلاقات مع بعض الدول العربية. حماس تتحدث عبر الكواليس بشكل أو بآخر، أو يعني هناك قيادات من الجهاد الإسلامي تحدثوا بعيدا عن الإعلام، وتم تناقل ذلك ما بين الصحفيين وبين أيضا الكتاب في قطاع غزة، لأن ما حدث في هذه المسيرة هو يعني بعض الأشخاص خرجوا عن نطاق الواقع، وبالتالي هذه المسيرة أساسا خرجت من أجل تأييد الحوثي بشكل أو بآخر في ضرب الإمارات والسعودية أيضا ودول خليجية أخرى، وبالتالي اللي هي يعني تفضل الحليف الأساسي بالنسبة لها، حتى ترسل رسالة واضحة بأن قطاع غزة قد ينقلب على الدول التي نسقت مع إسرائيل كما تعتبرها، وتعتبرها بذلك هي ضد الأهداف التي تسعى إليها في قطاع غزة من أجل أن يكون هناك حالة من الهدوء في قطاع غزة. للأسف الفصائل وعلى رأسها حماس تعلم جيدا بأن الجميع يريد أن يكون هناك حالة من الهدوء في قطاع غزة، وهي تستغل المواطن وتستغل هذه الحالة وتستغل حالة الهدوء من أجل الضغط أيضا على بعض الدول التي سيكون لها تأثيرا أيضا، وتريد أن تستفز ذلك من أجل الحصول على الكثير من المال،
بشكل مباشر وبشكل آخر. هناك نعم حرب سهيل. قيمة في غزة. وصلت الفكرة. نعم وصلت الفكرة أستاذ فهد، استمعت لما قاله ضيفي من قطاع غزة، ولكن برأيك ما انعكاسات هذه التصريحات لحماس والمظاهرات مظاهرات الجهاد الإسلامي في القطاع على مسار الدعم الخليجي لمسار التهدئة في القطاع وحتى على خطط إعماره؟ مرحبا، أود التأكيد أو التوضيح لزميلنا أنه يعني لا شك أنه نحن نفرق بين الفصائل الفلسطينية الفاشلة نوعا ما وبين الشعب الفلسطيني. لا شك الشعب الفلسطيني نحن لا نعمم هذه التصرفات الغير مسؤولة على عموم الشعب الفلسطيني، لكن نحن أمام واقع الآن يؤكد الزهار وصحبه أن تيار الإخوان المسلمين يعني يختار دوما شق الصف والاصطفاف في ضد إرادة الدول العربية. الإخوان لا شك أنه لا عهد لهم الإخوان المسلمين، ولا يعتبر الزهار وصحبها القضية الفلسطينية من أولوياتها أو أولويات حماس عموما، بل الأولوية لديهم هي إعادة الخلافة الإسلامية التي تحمل رايتها إيران وتركيا. أذناب الملالي وعبيد الفرس لا يتوقفون عن تأييدهم للفرس حتى لو ضربوا مكة المكرمة، ما بقي إلا يصلوا للخميني وسليماني. للأسف ظهرت أنباء تؤكد أن الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة ليست حماس لوحدها، بل المسيرة المسيئة للسعودية والإمارات بغزة يعني كانت تحت إشراف السلطة الفلسطينية والجهاد الإسلامي ومن ضمنها حماس أيضا. هي وكذلك هذه المنظومة لجنة، هي لجنة دعم المقاومة تسمى يعني، ويرأسها عضو حزب الله اللبناني يسمى نعم. حسن. وصلت الفكرة أستاذ فهد، للأسف لم تبقى لي الوقت. الكاتب الصحفي الأستاذ فهد الأحمر حدثني من الرياض، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للأستاذ سهيل ناصر الباحث في أشأن الفلسطيني حدثني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لكما.